على طول ملعوبة في نص الملعب. وليد الكارتي على طول على دايرة نص الملعب، محاولة الاستلام والخروج بالكرة. فيستون مايلي فكر في تصويبه ولا زلاكا. من أين لك هذا؟ فيستون مايلي صاروخ هاتريك هيرو يا ولد بيفكر في التصويب. اعقل ورسيلك على قارة يا فيستون يا مايلي من اخر الدنيا يا ولد. يسجل يا ولد واحد من اجمل اهداف الجولة، ان لم يكن من اجمل اهداف الموسم. فيستون مايلي على الهداف ناوي. ومفاجأة صاروخ يا ولد، هو خد القرار ما بدهاش، بوم في المرمى على طول يا ولد. هو من على بعد وقال لك ما بدهاش. وسام ابو علي امامكم، مطاردة وسام ابو علي واجب على فيستون مايلي اللي بيطمح للقب الهداف. وصاروخ من على بعد يا ولد.